بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خوتي في القناة، يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاعنا تاع اليوم الحديث راح يكون على تبديد أموال العمال تاع شركة الكهرباء والغاز، يعني تلاعب وفساد واختلاسات بالملايير ضد لمسة التعاضدية العامة للعمال الصناعة الكهربائية والغازية. الحكاية بدأت التفاصيل تاعها لما تلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة التأبير مراد رايس، تضمن هذه التفاصيل أن هناك تجاوزات وخروقات بالجملة بالتعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، والأمور يعني جابلو بالأرقام بالأسماء بكل شيء، يعني الأمور اللي تخص هذا الملف، واللي تم تبديد وتحويل 388 مليار سنتيم، حولوها من صندوق التعاضدية إلى حسابات غير معروفة، حسابات مش معروفة غير معلومة مبهمة. على باهي ذيك الحسابات مرة أخرى يستعملوها بطرق ملتوية فيما بعد. ناهيك عن عدم احترام الحد الأقصى للمبالغ التي تم صرفها في مجال يعني التغذية كما تعرفوا، وهذا حتما كشفت عليه تقارير الخبرة المحاسبية والتكميلية يعني للشركة. بعد تكليف مصالح الدرك الوطني فتحوا تحقيق معمق في واقع الملف هذا، وتبين أن المبالغ التي تم تبديدها وحنا خسروها وفسدوها واستغلوها وتحويلها من حسابات التعاضدية العامة لعمال الصناعة الكهربائية والغازية إلى حسابات أخرى ضخمة قاربت 400 مليار سنتيم. هنا قرر قاضي التحقيق لدى محكمة بير مراد رايس، شاف الدعوة كبيرة والدعوة واعرة وفيها أمور وأموال وناس ومن، واش جار تخلى على هذه القضية هذا الملف لمن؟ للقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي اللي خاص بهذه الأمور بسيدي محمد. هذه القضية داخلين فيها 11 متهم، وفيهم كذلك رئيس الإدارة التعاضدية، وفيها كذلك مدير التعاضدية، وزوج منهم راهم مازالوا هاربين على العدالة. إذن ملف شائك، ملف كبير ينتظر الحكم فيه إن شاء الله. هذا موش الحكم النهائي يا جماعة، يعني مازالت الحكم النهائي إن شاء الله ينطقوا به. إذن تم تبديدها وتحويلها قلنا من حساب التعاضدية العامة لعمال صناعة الكهرباء والغازية إلى حسابات أخرى ضخمة قاربت 400 مليار سنتيم. الفم يقولها هنا قرر القاضي قلت لكم التحقيق باش يردها محكمة التأبير مواد رئيس تخلى عنها ورسلها للقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي محمد، ووجهت لهم تهم ثقيلة. هذو الناس كما قلنا تبديد أموال عمومية وخاصة، إساءة استغلال الوظيفة، جرحة انتحال صفة ولقب متصل بمهنة منظمة قانونيا، إلى جانب التزوير في محررات مصرفية وتجارية. وطبعا هذه الأفعال يعاقب عليها القانون، هناك نصوص منها نص المادتين 219 و243 من قانون العقوبات، والمادتين 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. لكن تذكروا يعني قبل كانت هناك يعني مسألة في 2012 لما بلغ مدير مسؤول آنذاك أن هناك مخالفات على أسماء موظفين متقاعدين يستفيدون من منحتين يودعان في حساب واحد، وزيادة على هذا يعني 8 سنين هادوك الناس دي راهم متوفيين منذ 8 سنوات يدوا في هذه المنح، هما متوفيين ويدوا في المنح، سمعوا مليح.
وهذا رغم أنه كان وثائق لما هو ذاك السيد على ما أظن اسمه كمال محمد باي بومزراج، هذا الاسم تاعه، لما بحث في الأمور هذه جاب لهم بالبراهين بالقيمة نتاع المنحة، شحال صرفت، تفاصيل الحسابات بالأرقام التسلسلية، كلش. قال لهم كيفاه الناس متوفية وتهز في المنح لحد الساعة، وقال لهم هاو الوثائق باللي راهم متوفيين، يعني كل شيء كاين. هذا كل هنا التعاضدية رفضت هذا الشيء، هذا في سنة 2012. و قال لك عليه يعني الأمور صارت هذه كل كان هناك طبعا قال لك صراع بدأ نهار اللي سحبوا الثقة من رئيس مجلس الإدارة السابق، وهو قال لك قيادي بارز بالاتحاد العام لعمال الجزائريين. من تم بدأت المشاكل وبدأت الاختلاسات وبدأت هذه الأمور من 2012. شوفوا شحال سرقوا، هذا الشيء اللي نعرفوه، ممكن كاين حوايج أخرى ما نعرفوهاش. المهم وكيل الجمهورية خلال المرافعة تاعو في قضية الحال هذه وصف الوقائع أنها بالوقائع الخطيرة، يعني هذا الشيء قال يعني موش تاعي، مش تخصص تاعي. بعتها للقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي محمد، وهو اللي يتكلف بهذه الأمور باعتباره أنها تمس حقوق العمال الكهرباء والغاز، وعلى هذا الأساس تم سلم 8 سنوات حبس، غرامة نافذة طبعا، مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري لمن رئيس الإدارة التعاضدية العمال العامة لعمال الصناعة الكهربائية والغازية. والتامس كذلك 8 سنوات حبس نافذة مع غرامة مالية تقدر ب1 مليون دينار جزائري في حق مدير التعاضدية المتهم تاني. وبالمقابل أطلب ممثل الحق العام يعني بتسليط عقوبات 5 برك حبس نافذة في حق بقيمة المتهمين، بقية المتهمين 10 المتابعين في الملف هذا، نفس الملف. أما يعني أمره باش يتم القبض دوليا على المتهمين الفارين هذوك الزوج من العدالة اللي رمزوا لهم بالاسم دال طارق ولام حمزة. انا اشوف فيها عقوبه خفيفه خلا عليهم، لان هذو الناس راهم قاعدين كيما السوسه ما يشبعوش. 5 سنين حبس فقط، هذه نيابة راهي نيابه، لكن القضيه لما تطلع للملف القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي محمد ان شاء الله تسلط عليه عقوبه تاع 20 حبس، 20 سنه حبس نافذه، لانه هذو الناس ما يسالوش يقعدوا في وسطنا، هادو الناس مبقاش فيهم الأمان. نتمنى إن شاء الله السلطة تاعنا تسلط أقصى العقوبات عليهم بدون رحمة، ما خموا لا في الزوالي، ما خموا في هذاك الحراق، ما خموا هذاك اللي يعني خطا طريق وعاد يمشي في الطريق العوجة، ما خموا لا في هذاك الشيخ لا في ذيك الشيخة متاكن هذاك التقاعد تاعهم القليل، هذاك الأجر تاعهم تاع الشهر اللي ما يكملش الشهر تاعهم، يعني ما خموا حتى في واحد. نفسي نفسي، واللي يجي يغرف، اللي يجي يحب يسرق، اللي يجي كيف راح تطلع البلاد أخوتي. نتمنى إن شاء الله ربي العزيز، كان عندي دعوة يعني عند ربي مستجابة، نتمنى ربي يكثر من أمثال كمال محمد باي مرز بو مزراج، باه ما نغلطش في الاسم تاعو، له كل الاحترام والتقدير. هكذا ناس نحتاجهم صح في هذه البلاد، اللي ممكن نقولكم يرجعوا زير كما كانت قبل. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، هذا هم الأمور يعني لي يعني الأخيرة، يعني عندها واحد نقول لكم أسبوع هذه القضية اللي صارت في 10 سبتمبر. 10 سبتمبر كانت هذه المحاكمة يعني، وما زالت محاكمة نهائية ما زالت. طبعا القضية دي قلنا راي من 2016 حتى 2023، هذه المدة كل
هذا وين راهم يحاكموا. المهم ليسونسيال عندنا ثقة في القضاء تاعنا والعدالة تاعنا وفي مجريات الأمور هذه. نهار يكون محاكمة إن شاء الله وش يكون، راح نجيب لكم. فقط ديما نقول لكم فعلوا الرنة في الاشتراكات نتاعكم في القناة بيوصلكم كل جديد. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.